أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج من القلب. وحديثنا من القلب اليوم كسفينتنا تبحر من منزل إلى منزل ومن عائلة إلى عائلة حتى نسمع منها الكلام والفائدة لكم. أعزائي المشاهدين، ضيفنا اليوم الدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي. أبو عبد الله، مرحبا فيك. حياك الله أبو أحمد، والساعة المباركة، ورحب فيك وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات من خلال قناة الشاهد. مشكورين على الحضور اليوم في ديواننا وشرفتونا. نتشرف. عندنا سؤال كالعادة نقوله كل مرة، المولد والنشأة. والنشأة، حياك الله. بالنسبة للمولد 19/4/1957، نعم، من مواليد منطقة القبلة، والتي يسميها البعض حي القبلة ويصغرها، لكنها منطقة القبلة وفيها أحياء كثيرة. نشأت في البداية في القبلة وطلعت منها عمري سنتين، ولذلك لا أذكر أي ذكريات تذكر، لأن عمري سنتين أو سنة ونص. وانتقلنا إلى كيفان مؤقتا، ريثما بنى عمي مشاري الله يرحمه بيوتنا الثلاثة اللي في الشامية، وخرجنا من كيفان بعد 4-5 سنوات إلى الشامية. فالنشأة الحقيقية في كيفان ثم الشامية. كيفان شارع كان يسمى الإسكندرونة إلى سنوات، على إقليم الإسكندرونة السوري الذي يتبع تركيا الآن، لكن الآن مع التحديث سمي شارع محمد يوسف العدساني. وأما في الشامية ففي شارع الطبري قطعة 5، في يعني ما شاء الله جوار جدا كريم. لو استعرضت لك، جارنا لازم المرحوم محمد خليفة الخرافي، ثم المرحوم مساعد خليفة الخرافي، ناصر السنعوسي والد الإعلامي المعروف محمد السنعوسي، أحمد البحر، عفوا محمد أحمد البحر، قاعد أحاول استعرض الشريط. تفضل، خذ راحتك. عدل الله يرحمه صالح أحمد رشيد، أخو المؤرخ المعروف مؤرخ الكويت اللي أصغر منه، وأخو محمد أحمد رشيد النائب المعروف اللي أكبر منه، ثم الله يرحمه حمد عبد المحسن العتيجي اللي بنى مسجد فريجنة، مسجد العتيجي ولا يزال قائم إلى الآن، والله يرحمه محمد التركيت أخو عبد العزيز حسين، وهو أديب وشاعر ومربي، يوسف إبراهيم الغانم الله يرحمه، العم إبراهيم كان من أعمدة غرفة التجارة والحركة التجارية بالكويت، الله يرحمه حمد الفارس صاحب المجوهرات المعروف، جد والد الموجودين الآن، وكذلك عبد الرحمن رشيد البدر أبو عبد الله الله يرحمهم اثنينتهم. فهذه تقريبا، وبيت المانع عبد اللطيف المانع كذلك بين رشيد وبين البحر، بين عفوا الفارس. فهذه تقريبا المنظومة، طبعا شوية أبعد بيوت الفليج ومجموعة. فهذه تقريبا المكان اللي نشأنا فيه، بعضهم عندهم أولاد بسنة فربينا معهم، وكانت ما شاء الله ذكريات الطفولة الجميلة، واللعب بالفريج والمشي على الأقدام من قطعة 5 إلى صالة كيفان. كان تشجيعنا على أشدة، أيام ما كان لعب الكرة الطائرة والسلة على أشدة في صالة ثانوية كيفان، وهي والدعية كانت المرافق الوحيدة قبل بناء نادي صالة نادي كاظمة ونادي الكويت، كانت كلها مدارس ثانوية الدعية وثانوية كيفان قبل إنشاء الصالات الكبيرة في النوادي. وعاد شوف التشجيع، القدساوي قدساوي والكوتاوي كوتاوي والعربي. والله للأمانة كوتاوي بحكم النشأة كنا بكيفان، كان أخوي ناصر لفترة اللي قضيناها الانتقالية على ما بنيت بيوتنا في الشامية بحكم الكون في المنطقة، خذانا أخوي ناصر دائما إلى النادي وإلى مباريات النادي، فنشأت نوع من علاقة ودية مع النادي، ويأخذنا المباريات
ورغم أني أنا بعيد جدا عن الرياضة، لكن سبحان الله أجد نفسي في ميل لا إرادي لنادي الكويت، نوع من عيش ذكريات الماضي، صار ارتباط مرتبطة بالطفولة بنادي الكويت. يعني لما نقعد بالدوان نشوف مباراة، أنا ما أتابع لكن أستانس لما يغلبون نادي الكويت. لنداء فطري قديم نشأ معي النكوت. يعني احنا بنتخاصم يعني بدام انت غساوي دام البث، لكن هم اخوان بالنهايه، اخوان وكلهم طيبين ان شاء الله، كلهم اخوان ومعيال فيها ترى غساويه ترى في الاصل. الساعه ترى اسمح لي على فكره، وهذا ينقلنا حتى لعالم السياسه وعالم الاجتماع. القيادات قد تكون مختلفه لكن القواعد دائما متشابهة. يعني هذا دول مجلس التعاون الخليجي أحيانا تصير بعض الخلافات في القضايا السياسية بين بعض التيارات السياسية إلى آخره، في كل العالم سنة كونية. اختلاف القيادات لا يعني اختلاف القواعد. صحيح. القواعد موجودة، عرفت كيف؟ وحتى في الاحتفالات والدواوين تلقى مشاركة عكسية، صدق إني قساوي لكن أنا بهالقضية مع نادي الكويت، وصدق إني كوتاوي لكن أنا حي مع كاظمة. صح. عرفت كيف؟ فبالتالي ان شاء الله بالعكس احنا ربع وحبايب. نحط بيني وبينك حاجز ترى من نهايه اللقاء. السلام مبارك. والدك رحمه الله عليه، رحمه الله، شنو اثر عليك وعلى شخصيتك وشنو الدروس اللي استفدت منه وتمنيت يعني انها تستمر في عيالك ايضا؟ ان شاء الله. جزاك الله خير على هالسؤال، وهو سؤال وجداني وعاطفي، ويعني يربط الانسان باعز الناس اليه والدينه. الوالد رحمه الله، طبعا لكل إنسان شخصية ولكل إنسان كاركتر. واحد أخذ من والده القوة والشدة والحزم، واحد خذ منه الوداعة واللين والعطف، واحد خذ من والده الحكمة ووعد النظر وهكذا، واحد خذ من والده الشطارة في الدراسة، واحد خذ من الشطارة في التجارة وهكذا. أنا نصيبي من الوالد هي الشخصية الوديعة، لله الحمد، كما لم يكن له خصوم ابدا، كما يشهد كل جلساء وربعه. ايضا انا لله الحمد ما عندي اي خصوم، وانا امرض اصلا اذا حد زعل علي للامانه. ايضا حب القران الكريم كان ياخذني من ايدي يوميا الى حديقه ليم البيت، سبحان الله برنامج يومي، ويقرا سوره ياسين صغيره يحطها بجيبه وياخذني، وكل يوم فاكاد احفظ سوره ياسين من كثر ما يقرا ويسمعني وانا بالحديقه قاعد واسمع. المفروض الحديقة مع الأطفال وتهج وتدج وتركض وكذا، بس سبحان الله أسمع لسورة ياسين يوميا بالطريق هذه. وفي الطريق يتألف قلبي بالمرور على دكان المضاحكة، الله يرحمه عبد الرحمن المضاحكة وسليمان المضاحكة، كان عنده دكان وكانت ماكو أي عمالة وافدة، كل الدكاكين والبقالات كانوا كويتيين. صحيح. ولم يتحرج الله يرحمه، كنت أمر أخذ منه يعني بعض الحلويات ولا أي شيء بالطريج، فخلال ما أسمع سورة ياسين يعني مثل المؤلفة قلوبهم، كان الوالد يألف قلبي بالطريق وتقديرا. فهذه إذن قضية ثانية. الجانب الآخر الوصل وحسن الصلة مع الأهل، كان جزاه الله خير ما يمرض أحد إلا يروح للمستشفى، ما يتوفى أحد إلا في المقبرة، كان برنامج المقبرة هذا دائما ياخذ الاخبار مثل ما عادت شيباننا كثيرا. صحيح. عند اخر الاخبار الوفيات احسن له واهم له من الاخبار، ولو يحصل له. صح. يقدمون فقره الوفيات قبل الاخبار، مو هم ايش صاير في امريكا اللاتينيه واستراليا وجنوب شرق اسيا، هو منتظر هالفقره بيتاكد شنو الواجب الاجتماعي اللي عليه، بل الواجب الديني والوصل. ايضا هذا الجانب ايضا اخذته من الوالد الله يرحمه، عدم الحرص على الدنيا لله. الوالد يعني كان بإمكانه في مستوى السن اللي كان فيه، يعني ربعه وأصدقائه ما شاء الله، وهذا من حقهم، وكالات وتوها طالع الكويت وتوها طالع، هو لحق على ما قبل البترول والبترول، لكن لله الحمد يعني محافظ على صلواته، وإن كان ما في تعارض محافظ على ورده اليومي، واهتماماته ما هي كانت اللهث وراء هذه الفرص، وبالتالي ولا كان ما شفنا ولا لاحقنا عليه وقعدنا ما عدل، إنما كان يفضل القضايا الاجتماعية والعلاقات الحميمية والتواصل
وحتى في الفترة المسائية في الدواوين مع ربعة وأقرباء، والله يقولون عنه عقب ما أنا كبرت أكثر وشفتهم، ومن باب الوفاء التواصل معهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معنى الحديث إن من أبر البر إكرام المرء أو صلة المرء بود أبيه، إن من أبر البر صلة المرء بود أبيه. فلما زورهم قالوا والله ما نذكر عنا إلا ذكرى حسنة، بدون مجاملة لك ما غث أحد، وإحنا فيما بيننا سوالف عاد مثل ما تفضلت حضرتك كوتاوي وقد ساوي وسوالف ولا تقربنك، هني فيما بينهم ينيازون، وخذ قشمرة وخذ سوالف وخذ تعليق، هذا داخلين، لكن تعليقاته لم تخرج وراء باب الدوانية، ما عنده كلام لواحد غير. نعم باحترام وباحترام، نعم. بمعنى ان قصد الاخرين، نعم قصدي ما يتكلم عن اخرين، حد اللي انت موجود يسولف وياك وتغشمر معك، مو موجود ابدا ما يتكلم. هذه ايضا من القضايا الواحد تعلمها منه، لان شيء بي بالكلام حول اعراض الان ناس غلطوا افعلوا اتركوا سووا وش عليه، انت هذا يخلي حيزك الذهني منشغل بالجوانب الإيجابية، بالبناء، بالإجراء التنفيذي الإجرائي، مو بأن محاكمة شخص غايب ومحاكمة ماضي، وهذا لا يمنع من نقد البناء، بس دائما يكون عندك أعراف وأصول أنك ملتهي بالشيء اللي تبني أكثر مما تلتهي بنقد ماضي وبنقد آخرين. والإنسان صراحة لو بيركز على الآخرين ما يخلص، وخلي يبدأ بنفسه وسيجد في نفسه كثير من الأمور التي ينبغي أن يبدأ فيها. وهذه لمحة سريعة يعني. منو أكثر أصدقاء والدي كان قريبين منه الأصدقاء؟ والله اللي كانوا بشريحة سنة طبعا العام يوسف إبراهيم الغانم، وهو محافظ على ديوانه بالشامية عندنا، العام محمود النصف الله يرحمه. طبعا أنا تسمح لي فيما بينهم مثل ما قلت لك كل واحد وعلوقته الداخلية، يعني اللي تشوفهم الشباب الجيل الرسمي الكبير اللي هم هذول بنات الكويت الحالية، داخليا عاد شوف سواها تعفيني ويعفيني الأخوة المشاهدين المشاهدين، تعليقاتهم كل واحد وعلقته الداخلية. العام يوسف إبراهيم الغانم، العام محمود النصف، العام وهذا موجود الله يطول بعمره علي محمد ثنيان الغانم، العام الله يطول بعمره سالم أمان، ضرار الغانم. طبعا هذا اللي الحين أذكره، في أكثر من دوانية ما تستحضرني، بس أنا طبعا سنين، وهو العم الله يرحمه سعود عبد العزيز الفليج، سعود الفليج عفوا سعود الفليج كان يمر فترات طويلة، وأمان الفليج يعقوب أمان الفليج وإخوانه أيضا كانوا من أصدقاء في الدوانية، لأن هم يمنا بالشامية، وهو ما يباعد كثير يعني، أبعد دوانية نسيت أحد دواوين الفيحة، هذه أبعد واحدة يروح بين فترة أخرى. هذولا تقريبا مساعد السائر الله يرحمه وعمي مشاري، لأنه أقرب لعمي مشاري أكثر، بس أيضا في المكتب يمرهم. أنا يعني الحقيقة قد يكون ما عندي استذكار لكل الأسماء ويعذرني من لم أذكرهم، لكن هذه تقريبا أبرز الأسماء اللي في شريحة سنة. ناهيك عاد عن الجيل الأصغر ما شاء الله عبد الوهاب المزيني وأستاذ ناصر صليه، هذولا أساتذتنا، لكن أصدقاء الوالد فيصل الحجي كلهم بالدوانية يشوفونا رغم فارق السن، إلا أن ما شاء الله ربع ضرار الغانم هذولا يأتون بشريحة عمرية بعد الشريحة اللي قلناها، لكن لله الحمد متفهمين طبيعته واهتماماته وغشمرة معه، ولا يزالون الحقيقة يحملون ذكريات طيبة معه، ودائما أنا الحقيقة تقديري لهم بالإضافة إلى شخصهم الكريمة التي تستحق التقدير، أيضا صحبتهم للوالد رغم فارق السن فيما بينهم. ممتاز أبو عبد الله، سمعني وأنا قاعد أستمع لك قاعد أعيش الذكريات الجميلة، الذكريات اللي دائما يعني من الصدق والأمانة والتقرب إلى الله والتعفف من هذه الدنيا والعمل للآخرة. يعني هذه الأمور للأسف في وقتنا الحالي أتخيل، وأنت تتكلم عن الماضي ونتكلم عنها، أرى هناك فجوة. اليوم الأب قد يعلم ولده أمور ليس متجهة للدين، إنما يقول لك المسجد صار تطرف، المسجد صار يعلمون عيالنا أمور، حتى حفظ القرآن قد يعتبر البعض نوع
غير مطلوب، لأنه يؤدي إلى أن يكون الولد متدين ويتمسك يعني بأمور يعتقدونها نوع من التطرف الدين، لا يريدون أن يستمر أو يكون في أطفالهم. هذه الأمور ما تعتقد أنها سببت بين، خاصة إحنا لما نكون بين جيل تعلمنا الدين والتعبد والتقرب إلى الله وجيل شوي تقرب إلى الدنيا؟ هو يعني هذا يعتمد بارك الله فيك على وعي ولي الأمر، وعي الوالدين. أنا لله الحمد أعتقد الأغلبية، بل الأغلبية الساحقة، هي من النوع اللي يقدر دور الدين والوسطية في هذا الدين، دور الدين في تربية الأبناء والوسطية فيه دون تطرف ودون مغالاة. اليوم لله الحمد الجانب الديني يهذب الإنسان ويشذبه ويمنعه من العادات السيئة، يمنعه من رفقاء السوء، ويمنعه من الوقوع في انحرافات قاعدين يشوفونها الوالدين يوميا بالصحف، وضحاياها شباب في هم زهرة الشباب في عمر الورود من الذكور غالبا وبشكل محدود من الإناث. فأعتقد الإنسان مو محتاج نوعيه في الجانب الديني، بس تأتي عملية حساسية الإنسان من حكاية هذه الوسطية وهذا التطرف. إلى أي مقدار؟ في ناس يعتقدون أن لا خلي يصلي بالبيت، في ناس يعتقدون لا ما في باس صلاة الجماعة كافي، بس حده صلاة الجماعة لا. ممكن في ناس يعتقدون أن الصحبة الصالحة بعد المسجد يلعب وياهم كرة أفضل، وروح معاهم الدوانية أو إن كانت محاضرة أو روحتهم ردتهم الجامعة مع بعض. أنا أعتقد الصورة الأخيرة هي الأفضل، لأن الصحبة الصالحة في النهاية هي التي تعلم الالتزام وتعلم القدوة الصالحة. نعم. ومو مطلوب أن كل أصدقاء أولادنا يكونون كلهم مطاوعة، أنا عادي جدا أكلمك من الواقع، أنا عندي يكفي أنه مستقيم، والأفضل أنه ما يدخن، لأن الشباب ما تقدر تحكم فيهم. صح. ولا أنت الوحيد اللي تربيهم. اليوم مع الأسف أصبحت مؤثرات كثيرة تشاركك في التربية، أنت أصلا مهما سويت عند إنترنت يدخل فيه إلى عالم كامل، إما إنتراكتيف تفاعلي حي، وإما يزور المواقع ويشوف اليوتيوب ويشوف الأفلام الموجودة أو في الفضائيات. عنده اليوم 500-600-700 فضائية باللغات المختلفة بالثقافات المختلفة، العالم مفتوح. فبالتالي صراحة ما في غير إعطاء الثقة بالولد والبنت، ومحاولة المراقبة عن قرب مو عن بعد، وعدم التدخل إلا بالحسنة. البارحة عندنا بالديوانية شخص يشكي لي من ابنه اللي عمره 14 سنة، يقول لو قلت له لا عن أي شيء خسرته، لكن أقول إن شاء الله بس ترى كذا كذا وفلان كذا، يعني يتقبل نفس الكلمة بإطار مختلف ما يكون فيه المواجهة. فيقول قاعد أتحاول أتحايل عليه بطريقة وعمره 14 سنة، وعمره 14 أكسبه ولعب السيارة يخليه يسرق السيارة. اضطريت إني لا والله أركبه رسمي وأكون معه وبالشاليه يلف وكذا، أفرغ طاقته وحبه للسياقة، خلي ابن الحلال تحت إيدي وبمعيتي وبموافقتي أحسن مما يكون يعني يسلك سلوك خاطئ، وممكن يكون الوحدة ويدعم ويكون يدخل شارع مزدحم إلى آخره. أمثلة كثيرة. زين أبو عبدالله عشان الوقت اتفضل أبطلع فاصل بستكمل وياك حوار هالشيخ هذا. الساعة المباركة. زين وارجع لك إن شاء الله. الساعة والله المباركة. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد، ونستكمل حوارنا الشيق مع أبو عبد الله الدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي. تكلمنا عن قضايا الطلاب والشباب والمشاكل وما إلى ذلك. أبو عبد الله سؤالنا التالي راح يكون عن أهم المناصب الوظيفية والأدوار الاجتماعية اللي تقوم فيها. أنا أقدر سؤالك بأنك جبت الأدوار الاجتماعية فورا مع المناصب الوظيفية. صحيح. باعتبار أن الدنيا مو كلها مناصب تؤدى فيها وظائف.
إنما الدنيا أيضا عمل وظيفي وأدوار اجتماعية موجودة، وبالنسبة لآخرين أدوار سياسية، بالنسبة لآخرين أدوار اقتصادية. بس جزاك الله خير، أنت لمعرفتك بطبيعة شخصيتي واهتماماتي ركزت على الأدوار الاجتماعية. أما المنصب الوظيفي فعضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كنت رئيس قسم الرياضيات في الكلية قبل العمادة، وفور التحرير كلفت وشرفني الدكتور عبد الرحمن صالح المحيلان مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب آنذاك، ومساعد الدكتور أحمد محمد مزبر نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بهذه الأمانة والمسؤولية. واستمريت 4.5 سنوات عميدا لكلية التربية الأساسية، وكان فيها إعادة الإعمار، فهذه أيضا من البصمات الوظيفية. وإحنا لله الحمد مو مثل منصب الوزير والوكيل اللي لما يرجع من عمله يرجع البيت، ما عندنا حرج. إحنا تدوير أكاديمي عندنا لله الحمد بعدي عمداء وقبلي عمداء، كلنا الآن زملاء أعضاء هيئة التدريس بين رؤساء أقسام أو أعمال استشارية أو لجان إلى آخره. فلله الحمد العمل الأكاديمي ما في حرج العودة والإعفاء من المنصب، لأن المنصب مرتبط بسنة بسنتين قبل التجديد إلى آخره. تزامن مع ذلك وقبل المنصب كنت رئيس صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرة. هذا الصندوق الذي كان استمرارا لعمل لجان التكافل. أنت عارف لجان التكافل مثل غيرها من اللجان الشعبية كان لها دور اجتماعي ووطني كبير معروف، لست في مجال ذكرت الغزو نذكرها يعني. نعم خلال الاحتمال معروف ودورها الكبير حتى في إدارة البلد ووثق لله. نعم. من جمعيات، من مساجد، من تموين، من مخابز، بالنسبة لكل شرائح المجتمع الأخرى. صحيح. لكن بعد التحرير مباشرة التغت الحاجة للجان التكافل واللجان الشعبية الأخرى، استمرينا في تخصص نوعي وهو صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرة بعد ملف الأسرة والشهداء موجود، بينما ما في مبرر لكل اللجان الأخرى. كنت أنا في الاحتلال رئيس اللجنة المالية لمنطقتنا هذه، حياكم الله اللي أنتم ضيوفنا فيها في الشامية، وكان دور متواضع في توزيع آلاف ومئات الدنانير في وقتها على كل المنطقة. وكذلك مع الأخ جزاه الله خير محمد الشايع رئيس المجلس البلدي السابق، كنا نروح نزور الأسرة في بعقوبة الضباط، واستفدنا من خبرته الإدارية والقيادية في هذا المجال، ورتب لنا الباصات والوجبات والمساعدات ما شاء الله. وكنت أنا يعني مساعد له مع بقية الأخوة سواء متطوعين أمثالنا أنا وياه أو أهالي الأسرة. فبدينا بعقوبة حيث الضباط الكويتيين حول 600 وكسر، ثم الموصل وتكريت والرمادي الأفراد باعتبار العدد أكبر، وهذيك في ضواحي بغداد يعني قريبا من بغداد. فلله الحمد هذا الدور استمر في صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرة. أذكر الأدوار الواحد يعتز فيها بكل تواضع أنه لله الحمد إحنا كنا ملتصقين بأسر الأسرة، وكان اتصالات ومساعدتهم على يعني إعطاء بعض الفلوس لمصادر عراقية أنها تطلع عيالهم. تدري ما كان في حكومة ولا دولة، فالناس مي منتظرة، ما تدري يصير أكو تحرير ما في تحرير، فالناس فكنا الواحد يعني يساعد بكل تواضع ماديا ومعنويا وفي الاتصالات. فلأن عارفين صاحب السمو طيب الذكر الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد الصباح أول ما رجع الكويت، أنت عارف عاطفي ووجداني ومعناوي، أول ما طلب يلف يعزي كل شهداء الكويت الله. من مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية الله. فإحنا عارفين إحنا العناوين ذيك الساعة، لا الديوان الأميري رجع موجود يعني خلينا نقول بهيكلة وإدارة المراسم ولا مجلس الوزراء ولا آخره. فلله الحمد شكلنا إحنا هذه المجموعة كلها من إدارة مراسم واستقبال وعلاقات عامة، ورتبنا له كل شيء. وكان في معيته الله يذكره بالخير الزميل الأخ الفاضل اللواء خالد بودي، كان رئيس المقاومة آنذاك أحد رؤساء المقاومة، لأن في أكثر من مجموعة. المجموعة اللي كان اتصالها بلجان التكافل كانت برئاسة اللواء خالد بودي، فكان يركب معه بالسيارة
يكون مندوب لجنة التكافل في المنطقة المعنية وهو مع النجدة سيارات النجدة اللي بالمقدمة الموكب، صاحب السمو خالد بودي بالسيارة عدل والحمايات يعني شيء بسيط وراهم. فكان مشوار يومي لله الحمد، ياخذ الشامية بمنطقة وكلهم يذكرون مثلا بيوم يعزي شهداء الشامية أهلهم يعني، ثم كيفان، ثم ووصل إلى الجهراء، وصل إلى المنطقة الجنوبية المنطقة العاشرة. يعني خذينا تقريبا أسبوعين ثلاثة وإحنا نرتب لقاءات العزة اللي قدرنا نوصلها يوميا. الرجل توا جاي من برا الكويت وأمامه دولة وإعادة إعمار وأمامه مشوار كبير، لكن الشيخ سعد أصلا كان سابقه الله يرحمهم كلهم وما هم كفي الأمور الإدارية. تعرف دور الشيخ سعد صحيح. الله يذكره بالخير أغنى من أنا أعرف فيه صحيح. ابتداء من يعني معيته لصاحب السمو لما خرج فيه وخرج، وكانت بصمة تاريخية يذكرها تاريخ الكويت صحيح. أن بمبادرته هذه بنص الليل وأخذتها لصاحب السمو صحيح. حفظ الشرعية من المتمثلة الحمد لله. في شخص الكريم والشيخ جابر. فعودا على بد الله يرحمكم، فعودا على بد استمرت أسبوعين ثلاثة رحلات يومية كانت أولوية عند الشيخ جابر، لأنه يريد على الأقل يقول كلمة شكرا ويعزي ويشكر الشهداء من خلال تعزية أهاليهم ويبين حميميته. فالشاهد أن هذا عمل خلينا نقول إداري وإسهام اجتماعي ووطني غير المنصب الوظيفي. وأنا قاعد أنقل لك بين يعني تجربة وتجربة ثم نترك الحوار التفصيلي إذا تأذن. بعدها كذلك صار عندي مساهمة مباشرة في لجنة الشريعة المسماة اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتشرفت بعد الدكتور عجيل النشمي الله يذكره بالخير كان رئيس اللجنة التربوية وأنا مستشار لجنة التربوية. فلما اعتذر وانشغل جدا في عمادة كلية الشريعة والبحث العلمي وتفرغ للفتوى واعتباراته الشخصية، رشحت مكانه في رئاسة اللجنة التربوية، وإلى يومنا هذا عملنا الكثير من الإسهامات والإصدارات على رأسها النظام التربوي اللي قدمناه إلى وزارة التربية، وكذلك موسوعة الأسرة من 6 أجزاء والسابع الآن الأخير بالطريق برعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونحن الآن بمعية التقدم العلمي نشرفها وتحت إشرافهم نصدرها. كذلك موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الأنبياء، نمسك كل نبي وننظر نظرة جديدة وزاوية جديدة ليس لتاريخه ورسالته وبعثته، إنما فقط تركيز وزوم إن صح التعبير على المواقف الأسرية في حياته. يعني مثلا النبي الله يوسف عليه السلام، ما علي أنا من امرأة العزيز رغم أن فيها مع عبر ومعاني كثيرة، ولا من صاحبي السجن ولا حكمه، ولا أنا فقط علي في هذه الموسوعة بالاهتمام باحتكاكه ومواقفه مع أخوانه الـ11 ومع والدينه، فقط التركيز على هذه المفاهيم. وخذ منها كل الأنبياء 3 أجزاء، والآن الجزء الرابع التركيز على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد مستقل. نفس الشيء بعد الأنبياء تكلمنا عن المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب، آل البيت والصحابة، تقريبا اخترنا فوق 50 شخصية من آل البيت والصحابة رجالا ونساء، واخذنا الإسهامات الأسرية في حياتهم. يعني مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لو بدينا يعني مواقفه العظيمة في معيته للرسول عليه السلام وتصديقه في الإسراء والمعراج حتى سمي الصديق في بقية حياته، ولا قضية الهجرة وكانت بصمة تاريخية، ترى وقفته وتصديقه في الإسراء والمعراج ثم وقفته في الهجرة ثم وقفته في حروب الردة، 3 معالم رئيسية كلها غيرت التاريخ. أنا كل هذا ما لي دعوة فيه لأنه مغطى في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي، أنا ركزت فقط، ولما أقول أنا أقصد كرئيس تحرير ومعنا فريق طيب وباستكتاب كثير من العلماء الأفاضل، ركزنا على الجوانب الأسرية في شخصية أبو بكر الصديق مع أبنائه مع والدينه وكل بقية أفراد أسرته.
فهذه من المعالم الرئيسية اللي والإنجازات والبصمات في لجنة الشريعة. أني إلى قبعة أخرى إن صح التعبير، الواحد عنده أكثر من قبعة، وهي قبعة التوثيق التاريخي للشخصيات الكويتية ولأهل الكويت. لله الحمد الآن حول 12 كتاب، لولا أني انشغلت في الخمس سنوات الأخيرة في القبعة الأخيرة وهي مبرة الآل والأصحاب، وإلا بكل تواضع لكانت الـ 12 يمكن 24. ما شاء الله، واحد وثق فيها عما استطاع، مربون من بلدي وكان برنامج إذاعي وكان بصمة لله الحمد بكل تواضع. الأيادي البيض، سجل الوفاء للمحسنين الكويتيين والمحسنات الكويتيات في مجال دعم الخدمات الصحية. ما شاء الله. اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، هاي 900 صفحة فقط للجنة واحدة. ما شاء الله. غير الجمعيات الخيرية وغير اللجان والمبرات، لجنة واحدة، اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، فيها أنا أسميها سفر كبير وعظيم فيه إسهام أهل الكويت. التوثيق العائلي، عائلة العثمان، التوثيق الشخصي، حمد المشاري الله يرحمه، عبد العزيز عبد الوهاب العثمان الله يرحمه، ناصر عبد المحسن السعيد الله يرحمه. التوثيق المهني، يعني خلينا نقول التاريخي، تجربة بيت التمويل، وثقنا سير وعطاءات مؤسسي الاقتصاد الإسلامي في الكويت المنطلقون من تجربة بيت التمويل الكويتي، فوق 50 شخصية الذين أسسوا الاقتصاد الإسلامي وانطلقت منهم فكرة الاقتصاد الإسلامي، واليوم تلقاهم وامتداداتهم وتلاميذهم وجيلهم في كل مؤسسات القطاع الخاص والعام والبنوك الإسلامية لله الحمد. ثم تأتي القبعة الأخيرة، هذا يعني إن شاء الله تعذرني لو فاتتني بعض أسماء الكتب. نعم. لأن قاعد أمرور أفقي سريع، بحروح ما قاعد أتكلم تفاصيل. القبعة الأخيرة واللي أنا لله الحمد واجد نفسي يعني منغمس فيها انغماسا كاملا، وهي مبرة الآل والأصحاب، التي أنا قلت يوم من الأيام يعني ماني ندمان لما توقف موضوع الكتابة في موضوع التوثيق التاريخي لأهل الكويت. لله الحمد يعني تظل هني أسرة أسرتين، شخص شخصين، ولله الحمد يعني سيسخر الله سبحانه وتعالى. نعم. لأهل الكويت من يوثق لهم، لكن أنا أعتقد المبرة تستحق أن تتوقف هذه المسيرة وتتأثر في مقابل الفيض الكبير والزخم العظيم اللي كان في مبرة الآل والأصحاب، واللي إن شاء الله ممكن فصل. زي بعد أنا بطلع فاصل، أنا ما ودي أقاطعك، حديثك وايد شيق. الله يسلمك. وأنا مستمتع وياك. الله يبارك بس فيك. بس برجع لك بسؤال مهم. هالأعمال الجليلة وهالأعمال اللي قمتوا فيها من حيث التكافل واللجان والكتب والتوثيق، شنه المحفزات والتحديات وما إلى ذلك، وليش اللي دفعكم نحو هالشغلة هذه؟ إن شاء الله. أبي أسمعها منك بعد هالفاصل. تبشر تبشر. أعزائي المشاهدين فاصل وأنا واصل. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد، ونستكمل حوارنا الشيق مع الدكتور عبد الحسين جار الله الخرافي. أبو عبد الله، كلمتك على التحديات، أنا ربع ساعة يعني هاللجان وهالتوثيق وهالكتب وهالأعمال الخيرية تأخذ وقت ولها استعداد وتجهيزات وما إلى ذلك. شو التحدي؟ شو المحفزات اللي تتجهت في هذا العمل يعني تطوعي؟ شاكر لك. على رغم شغلك الثاني اللي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الواحد في كل هالقضايا هاوي وليس محترف. يعني أنا عمل وظيفي لا أزال قائم على رأس عملي التدريسي، بس لله الحمد يعني الواحد اليوم لما يؤمن بفكرة وبكل تواضع يكون مؤمن برسالة يعني يفكر فيها حتى وهو نايم. صح. بدون مبالغة. فموضوع المحفزات والتحديات هذا الشيء الطبيعي، لأن بصراحة لا عمل وخاصة لا رسالة بدون مشجعات ومحفزات ولا تواجه تحديات. أنا أعتقد اللي ما له محفزات ولا تحديات عمل مو ناجح أصلاً ولا يستحق إنه ينشغل فيه الإنسان. وهكذا هي الناس، يعني ديداً الناس اللي عندهم رسائل التغيير والرسائل التغييرية. فأنا ببدأ بصراحة بالعكس من وراء لي قدام. أنا ختمت قبل الفاصل في التجارب والمناصب والإسهامات الإدارية
والأدوار الاجتماعية اللي صارت بمبرة الأهل والأصحاب. نعم. اللي أنا الآن فيها يعني 5 سنوات ونصف منذ تأسيس المبرة. إذا تأذن لي قبل المشجعات والتحديات يعني خل أذن لك يعني أستأذن منك بدقيقتين ثلاث بس أعرف الأخوة المشاهدين والمشاهدات اللي ما عندهم فكرة عنها ما هي المبرة ودورها عشان ينفهم موضوع المحفز والتحدي. مبرة الآل والأصحاب مبرة خيرية أشهرت بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 23 فبراير 2005، يعني الآن عمرنا تقريبا 5 سنوات ونصف، وتمحورت أهدافها حول 3 محاور رئيسية: نشر تراث آل البيت والصحابة، لأن مع الأسف في بعض الجهل في تراثهم، غرس محبتهم في نفوس المسلمين وإبداء أدوارهم، نصرتهم للرسول عليه السلام ونشرهم للإسلام وهم وراء الفتوحات الإسلامية كلها الرئيسية اللي تشوفها من الهند شرقا إلى المغرب غربا والأندلس. يأتي الهدف الثالث وهو خلينا نقول ما كما نسميه مربط الفرس، وهو تعزيز وحدة الأمة بشكل عام والوحدة الوطنية بشكل خاص من خلال تجلية بعض المفاهيم الخاطئة في نفوس بعض المسلمين والفهم الصحيح لتراث آل البيت والصحابة، وكذلك غرس أدوارهم وربطنا بقدواتنا من خلال هذه النماذج الحية. في سبيل تحقيق هذه الأهداف الجيدة ولله الحمد اتخذنا سياسات أعتقد بكل تواضع أنها ساعدتنا على النجاح، وهي البعد عن المنازعات السياسية والمنازعات الطائفية بل والمنازعات المذهبية داخل الطائفة الواحدة، بحيث يكون هدفنا الجانب العملي والجانب التنفيذي والإيجابي، وإلا ستجد نقاط الاختلاف موجودة في كل شيء. صحيح. نحن في كل قضية نبحث عن مواضع الالتقاء، ولذلك لو تشوف كتبنا وإصداراتنا كلها تمحورت حول 4 محاور، وتجنبنا محور أخير على أهميته: محور الكتاب، محور السنة، محور التاريخ، ومحور السيرة العطرة. هذه تجمع كل طوائف المجتمع. محور العقيدة على أهميته له مختصين. أنا من أدخل في قضية العقيدة بين الطوائف الإسلامية حدخل في الإمامة والولاية والعصمة وما ينبني عليه من مفاهيم. هذه لها علماء يمكن أعلم منا، إحنا متطوعين لسنا علماء، بس ليش ما إحنا نروح للـ95% وإن كان هذا أساس موضوع العقيدة، بس أنا أعتقد في مجالات تجمع ونتوحد فيها الفهم ويطبق فيها خلينا نقول المفهوم الوطني كما هو في الصحيح، ليست الوحدة الوطنية. أنت بتشير لتقريب المذاهب، تقريب الفهم الذي يؤدي النقاط التي التقينا فيها أساسا نقرب نقاط الالتقاء بالضبط. ولله الحمد يسعنا الكثير، والوحدة الوطنية اليوم دائما أكرر ليست شعارا يقوله نواب البرلمان ما احترام لهم، ولا الصحفيين ما احترام لهم، ولا إعلامي الفضائيات وإحنا قاعدين بينهم وفي رحابهم، إلا أن الوحدة الوطنية التقاء قلوب وقواعد. حلو هذا. مثل ما قلنا إحنا في بداية الحلقة، لو أنا كوتاوي وأنت قدساوي، عاد لما قلت لي عيل نحط حاجز قلت لك لا، اختلاف القيادات لا يعني اختلاف القواعد. صح. إحنا التحدي أمامنا، إن كانت قياداتنا الاجتماعية والدينية مختلفة علينا التحدي كيف إحنا نلتقي. ترى أنا مفروض عليك وأنت مفروض علي، أنت جاري بالسكن أو زميلي بالعمل أو زميلي بالوظيفة أو زميلي بالدوانية، فبالتالي إحنا مفروضين على بعض، لن يعزل أحدنا الآخر ولن يلغي أحدنا الآخر إلى يوم القيامة. هذا شأن الدنيا، هي مشاركة وشراكة في المجتمع. فعودا على بدء، فأقول أن لله الحمد هذه السياسات كانت سبيلا للنجاح. هذا كله مدخل بالنسبة للتعريف للمبرة، وإن كان التعريف محتاج أقول لك شنو إصداراتنا وكتبنا، لكن تتمحور حول هذا التقديم الجيد لتراث آل البيت والصحابة بما يبين اللحمة الكبيرة فيما بينهم والعلاقات الحميمة فيما بينهم التي تمثلت في المصاهرات فيما بينهم والتسمي بالأسماء فيما بينهم، وكانوا فتحوا لما قلت أن الفتوحات الإسلامية هم لله نورها فتحوا الدنيا شرقا وغربا، وكانوا يمكن على فرس واحد وفي بعير واحد وفي صحبة واحدة، واختلطت دماؤهم وعرقهم من خلال هذه
الرحلات الجهادية. هني التحدي الكبير اللي بعض التحديات اللي واجهناها. وخلني أقول لك قبل التحديات خلي أكون إيجابي عن المحفزات والمشجعات. لله الحمد المجتمع متشغف للالتقاء. المجتمع سئم من الخلاف. شاف نماذج يمنا، هذه العراق يمنا، ما حصل في لبنان يمنا، وكاهي البحرين يمنا وما يحصل فيها هذه الأيام. وأنا لا أعلم متى ستبث هذه الحلقة، لكن على الأقل خلال تسجيل هذه الحلقة في بدايات أكتوبر تشوف الأحداث البحرين والعالم كله، تجد الخيط دائما بدايته خلاف طائفي وفهم طائفي متطرف وغير صحيح. فنقول يعني لله الحمد الناس متشغفة وفي تشجيع منقطع النظير لكم من كل شرائح المجتمع. يعني شايف ان في شغف على الموضوع هذا. بالضبط، لان جايب وقته. يمكن احنا لو طرحنا رسالة المبرة قبل 20-30 سنة ما وجدت هذا الصدى. صح. بس هي جاية لتلبي حاجة وتلبي وتحل مشكلة وتحل اشكال. هذا الشخص الذي طعن في السيدة عائشة رضي الله عنها لا يعلم فضائلها، او مغيب وعنده خلينا نقول فهم اخر مغلوط. دائما نقول ان الفهم الصحيح هو منطلق الممارسة الصحيحة. صح. والفهم الخاطئ منطلق الممارسة الخاطئة. انت لو تعلمه وتفهمه وتعيد له اولوياته عرف شو القصة وشو السالفة. بس هذا اسير ثقافته واسير البيئة اللي تربى فيها. وانا اعتقد يعني ان الاغلبية الساحقة من اخواننا الشيعة لا يوافقون على ما قال هذا المتطرف، عرفت كيف؟ لكن تأتي المرجعية مالته، هناك مرجعات مختلفة. صحيح. ما أنا في صدد التفصيل في هذا الموضوع. فأقول مرة ثانية من المحفزات والمشجعات هو التشجيع منقطع النظير. اثنين، الشعور والشهادة بأننا نحن نعمل بصمة جديدة فيها إضافة لتاريخ الأمة. والله أنا أذكر زارني في يوم واحد خلال 24 ساعة 3 من ضيوف الكويت بدون أن يعلموا عن بعض. شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، تشوفونه في قناة الرسالة. نعم. وهو داعية سوري معروف. شيخ محمد بشير مدرس القراءات السبع في الحرم النبوي في المدينة المنورة، ونائب المفتي اللبناني نسيت الاسم الآن. خلال 24 ساعة كلهم قالوا بلسان واحد دون أن يلتقوا. واحد قال أنا صار لي 30 سنة في ميدان الدعوة، واحد قال 33 سنة، واحد تكلم عن 35 سنة، يعني كله تكلم عن ثلث قرن. لم أرى إبداعا في تقديم الدعوة، في تقديم تراث آل البيت والصحابة بهذا الشكل وهذا الإبداع الذي يعكس العلاقة الحميمة فيما بينه ويعطي حقائق دون استفزاز دون مواجهة دون تخطيء الطرف الآخر. ليش؟ لأن إحنا السر في هذا كله لا نتكلم في إصداراتنا اللي زادت عن 40 ولله الحمد ككتب، والإصدار التوتال مع البوسترات والأشرطة فوق 70. لا نتكلم بلغة البخاري ومسلم فقط، بل بلغة بحار الأنوار للمجلسي ومستدرك الوسائل للطبرسي وكشف الغمة للأربلي والإرشاد المفيد. أمهات الكتب الشيعية وأمهات الكتب السنية هي مصادرنا بالجزء والصفحة. ولذلك لله الحمد أنا لم أسجل من 5 سنوات ونصف. واحد اتصل فينا وقال ترى هالجزئية خطأ وهذا مو صحيح. ليش؟ لأن نستعين بالجزء والصفحة. فإذا هذه الحقيقة من المشجعات والمحفزات. التعاون الرسمي منقطع النظير. اليوم احنا مع وزارة الأوقاف الجهة المناظرة لنا من الجهات الرسمية بتشجيع وتعاون وتنسيق منقطع النظير. أصلا بيننا وبينهم اتفاقية أساسا وقعتها أنا من طرف المبرة والدكتور عادل فلاح وكيل وزارة الأوقاف من عدة سنوات. عندنا المؤتمر الذي أقمناه في نوفمبر الماضي، مؤتمر السابقون الأولون ومكانتهم في الإسلام، وكان بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي كطرف ثالث وشريك ثالث. وبناء على هذا المؤتمر يعني تأكيدا من كل من معالي وزير الأوقاف الشيخ راشد عبد المحسن الحماد وتأكيد الشيخ الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كلهم أكدوا في أواخر المؤتمر مبروكين على النجاح،
لكن عليكم بتفعيل التوصيات، لا تكون كسائر أو كثير من المؤتمرات غيرها الورق فقط. ولذلك أبشرك ما مر شهر شهرين إلا وشكلت لجنة مشتركة بين فيها 4 من المبرة وأنا واحد منهم، وفي 6 من وزارة الأوقاف يمثلون القطاعات المختلفة، وانتهت السنة الأولى وجدد لها، ولله الحمد لست في معرض ذكر إنجازاتها. تفعل توصيات المؤتمر وتبين العلاقة الكبيرة الحقيقة التي يعني تجعلنا إحنا كأصحاب رسالة مبسوطين ومسرورين أن مو شرط تطلع أسمائنا، والله مو شرط أن عبد المحسن ومحمد هم اللي يطلع باسمهم العمل، والله أقولها بكل تواضع وليس تزكية للنفس، وكلامنا في أنفسنا مجروح. أنا أسر أن جهاز رسمي هو اللي يقوم برسالتي ويقدم، هذا من دلالات النجاح. صحيح. ومشجعات ومحفزات العمل. لما تأتيك بالعكس، أنا لما هذا الإصدار عليه شعار الوزارة وزارة الأوقاف أدعى لقبول القارئ الشيعي والقارئ السني من أن يطلع باسم المبرة لوحدها، لأنك هذا كيان قائم. فأنا أعتقد هذه الحقيقة مشجعات كبيرة، ناهيك عن تشجيع كل المسؤولين، لا السلطة التشريعية رئيس مجلس الأمة ولا التنفيذية وزراء الأوقاف المتعاقبين ولا العلماء والرموز الاجتماعية. أنا عندي حول 200 تزكية كلهم من اللي يزورونا تباعا ويكتبون في سجل التشريفات. الحقيقة هذه المحفزات. أما بالنسبة للتحديات، هذه نقلة أخرى أنا لا أعلم يعني إن كان الوقت يتسع لها، هذه نخليها في الجزء الثاني حق الأسبوع الجاي. الساعة المباركة. الساعة المباركة. وعبد الله أنا شاكر لك على الضيافة اليوم، دوانكم العامر وعلى هالأكل ما شاء الله اللي قدمتوه لنا بيضل وجيكم وعلى هالابتسامة الطيبة. وأنا أعتقد أنك أنت اليوم كنت المقدم وكنت المعد وهدرت الحوار وأنا اليوم كنت مستمع وياك، لأني جدا مستمعني أسمع هذا الكلام الطيب وهذا الكلام الوطني اللي في النهاية نهدف له، وخاصة لما ذكرت نقاط الالتقاء. مهما اختلفنا عندنا نقاط التقاء، وهذه مهم جدا أن أذكرها. وعبد الله إذا تذل لي بس قبل لا تختم، يعني أحييكم في ديواننا في الشامية، وأعتذر لكم لأن احنا في الديوان من بعض الأصوات اللي خارج الديوان لعل سيارة أو كذا، لكن خلتكم طبيعية، كلماتك الرنانة هي طبيعية الأصل اللي قاعد نستمع له، وهذا ما يسمونه التلفزيون الواقعي، علمتونا على الجانب الواقعي، فإن شاء الله يكون ما أثر لا إن شاء الله على صوت الحل. وعبد الله بنشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله، الساعة ولا المبارك، وعندنا أيضا كثير من النقاط اللي وده نلتقي فيها ونتحاور فيها إن شاء الله. إن شاء الله حياكم الله والله، الساعة المباركة دكتور عبد الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية برنامج من القلب، راح نستكمل الأسبوع القادم إن شاء الله مع الدكتور عبد المحسن جارة الأخرافي، وعندنا نقاط التقاء ترقبونا. الله يحفظ لك بإذن الله.